السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايبين لكم لعبة Resident Evil The Village. اللعبة طبعا شوي نازلة يمكن قبل شهر، فصدقني تأخرت عليها بسبب ظروف الاختبارات وانتقالي لاستديو آخر، فيعني الوضع سامحونا عليه في تأخير بالمراجعات، ولكن إن شاء الله في الأيام القادمة راح نضبط الوضع وراح ننزل إن شاء الله أسبوعيا. فاليوم قلنا ليش ما نتكلم عن اللعبة اللي صراحة أبهرتني بطريقة اللعب والقصة وأجواء اللعبة الخرافية. فاللعبة من تطوير شركة كابكوم الغنية عن التعريف، وهذه اللعبة أخذت تقييمات عالية، فقلنا ليش ما نسوي مراجعة نشرح فيها القصة وطريقة اللعب، وآخر شيء راح نسولف عن الإيجابيات والسلبيات لهذه اللعبة وليش ننصح فيها وبشدة. فخلونا نبلش بالمراجعة. Gifts we gave but more you took, she snarled. So more in turn is due. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. There. She's asleep. قصة اللعبة مرتبطة بجزء سابق، وهو جزء السابع، واللي يكون إيثن يحاول إنقاذ زوجته من قرية يعيش فيها ناس غريبة الأطوار، وبالفعل ينقذها ويعيشون في مكان مؤمن مع ولدهم وتحت حماية منظمة اللي يترأسها كريس، والمعروف أيضا من الأجزاء السابقة. وفي إحدى الليالي جاهم كريس وهو وجنوده إلى بيت إيثن وقتل زوجته وخطف ولدهم، وبعدها ضربه أحد الجنود وأغمى عليه، ولما صحى لقى نفسه في مكان غريب ومرعب، وهنا تبدأ مغامرة إيثن المليئة بالمخاطر والغموض. فمهمتك في هذه اللعبة هي البحث عن طفل إيثن ومعرفة أسباب قتل كريس زوجة إيثن وخطفه للطفل. حاليا خلونا نتكلم عن طريقة اللعب في هذه اللعبة، واللعبة هي شوتينج سيرفايفل من المنظور الأول، واللي أزعج نوعا ما بعض عشاق السلسلة Resident Evil، ولكن أبدعوا في طريقة اللعب بالمنظور الأول فصارت اللعبة أكثر رعبا والجرافيكس فيها خيالي على الأجهزة الجيل الجديد. واللعبة فيها أسلحة متنوعة تأخذها كل ما تقدمت في المراحل، ومع تقدمك في المراحل راح تلاقي شخص تقدر تشتري معدات للأسلحة منه وتطورها عشان تسهل عليك قتل الوحوش بسرعة. ولكن فكر قبل لا تشتري أو تطور أي سلاح، لأنه راح يكون أسعار غالية والفلوس ممكن تحتاجها في شراء الذخيرة للأسلحة، لأن في هذه اللعبة تحتاج طلقات كثيرة، فاستخدم فلوسك بتطوير السلاح اللي يناسب طريقة لعبك. وأيضا مع تقدمك في اللعبة في أشياء راح تأخذهم من الصناديق أو تلاقيهم في الأماكن معينة، راح يتيح لك أنك تسوي كرافت مثل صنع علاجات أو صنع قنابل وتفيدك في استخدامها ضد الوحوش. وطبعا اللعبة فيها أماكن تقدر تستكشفها وألغاز ممتعة، والصراحة ما واجهت أي مشكلة في حل الألغاز، فالألغاز نوعا ما سهلة وتعطيك أشياء نادرة تقدر تبيعهم وتستفيد من الفلوس بتطوير معداتك. واللعبة تختلف عن جزءها السابق من ناحية الوحوش وطريقة تحركهم، ففي هذه الجزء راح تستمتع في تنوع الوحوش وأيضا أجواء اللعبة، اللي في كل مرحلة راح تشوف أجواء المكان تختلف عن المراحل الأخرى، والمزيج بين الرعب والأكشن والغموض في هذه اللعبة خرافي،
وما راح تمل منها. مجرد ما تخلص المرحلة راح تدش بالثانية. فاللعبة صراحة جدا اعجبتني باختلاف المراحل، فاللعبة جدا ممتعة. وخلونا نروح لآخر فقرة وهي التقييم الشخصي والإيجابيات والسلبيات في هذه اللعبة. What's so funny? You're stupid. You talk too much. حاليا خلونا نتكلم عن الإيجابيات والسلبيات لهذه اللعبة. نبلش بالسلبيات اللعبة وهي طريقة التحكم اللي فيها جدا مستفزة. مهما تعدل من إعدادات ففيها بطء لما تصوب، فأحيانا تضيع الطلقات بسبب هذه البطء، وأيضا الطلقات تخلص بسرعة، وأحيانا صعب تحصل على طلقات للسلاح، فيجبرك أنك تدور على طلقات، فراح يضيع وقتك أحيانا على البحث عن الطلقات. فهذه هي السلبيات اللي لاحظتها. ولكن الإيجابيات اللعبة كثيرة، مثل تنوع المراحل الرهيب في هذه اللعبة، وتنوعها يخليك ما تهد اللعبة وتقعد ساعات طويلة بلعب اللعبة. والجرافيكس فيها جدا خرافي، والقصة فيها غموض ورعب تخليك بكل مرحلة تخلصها تكمل عشان تعرف شنو بيصير بعدها. فاللعبة جدا ممتعة، وحتى لو ما لعبت الأجزاء السابقة للعبة راح تعجبك هذا الجزء. فتقييمنا لهذه اللعبة 9/10، واعتقد راح تكون لعبة السنة. فش ناطر؟ روح العبها، ولا تنسى اللايك والشير والسبسكرايب، وتفعل الجرس عشان يوصل لك جديدنا. ويعطيكم العافية على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.